موعد خبري مسائي من تليماغوك نتابع في أبرز عناوينه. نسبة الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 68% سنة 2006 بحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات. حوالي 1 مليون تلميذ يتابعون دراستهم في التعليم الخصوصي بحسب خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي. بعد الولايات المتحدة الأمريكية متحدث باسم حكومة الباراغواي يعلن عزم بلاده نقل سفارتها إلى القدس المحتلة وفلسطين تعد بالرد قريبا. أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات عن استرجاعها باخرة الفوسفات التي كانت محجوزة بجنوب إفريقيا. وأوردت المجموعة في بيان صحفي أن الباخرة المحجوزة بطريقة غير قانونية منذ ماي 2017 غادرت المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا وتمت إعادة شحنة الفوسفات لمالكها الشرعي مجموعة المكتب الشريف للفوسفات. وذكر بيان المجموعة أنه في شهر يوليوز 2017 وبعد القرار القضائي ذي الصبغة السياسية والمفتقد لأي أسس قانونية أعلنت مجموعة المجمع الشريف للفوسفات رفضها المشاركة في محاكمة سورية. وأضاف أنه إثر رفض المجمع الخوض في هذه المحاكمة السياسية وفي غياب أي سند قانوني أقرت المحكمة منح الملكية إلى البوليساريو التي فشلت بعد ذلك في تفعيل ملكيتها المزعومة من خلال عدة محاولات للبيع دامت حوالي 8 أشهر، حيث لم يتقدم أي مشتر بعرض يذكر رفضا للتواطؤ في انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحرية التجارة العالمية. أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة. المجلس وفي بلاغ له أكد أنه أنجز مهمة موضوعاتية حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة بالاعتماد على عينة واسعة من هذه المؤسسات البلغ عددها 130 مؤسسة مرخصة، أي 53% من مجموع هذه المؤسسات. من جهة أخرى أبرز التقرير أن الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تتسم بالضعف إذ لا تؤهلها لتغطية تكاليف التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة في ظل تواضع الدعم العمومي. أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له يومه الثلاثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أوصى بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وحصر حجم المحفظة العمومية تبعا لاستراتيجية محددة سلفا. تقرير بلال البجديني. في تقرير موضوعاتي حول قطاع المؤسسات والمنشآت العامة بالمغرب، المجلس الأعلى للحسابات أوصى بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. المجلس في تقريره الذي قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب دعا إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا قصد إعادة النظر في آليات توسيع نطاق المحفظة والحفاظ على استقلالية المقاولات العمومية. في جانب العلاقة المالية للمؤسسة والمقاولات العمومية مع الدولة، أوصى التقرير بتصفية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الاستراتيجية وممارسة يقظة مستمرة بخصوص مديونية هذه المؤسسات وترشيد التحويلات المالية للدولة نحو هذه المؤسسات ومردودية المحفظة العمومية. التقرير قدم مؤشرات خاصة بالقطاع، إذ أشار إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة يصل إلى 725 وحدة برقم معاملات يقدر ب 236 مليار درهم وحجم استثمارات بقيمة 74 مليار درهم. أما تحويلات الدولة إلى القطاع فبلغت 27 مليار درهم والإيرادات بلغت 8 ملايير درهم. التقرير أوضح أن مديونية قطاع المؤسسات والمنشآت العامة في تزايد، إذ بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع 68.6% سنة 2016، الأمر الذي يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع وعلى الدين الخارجي بشكل عام. التقرير دعا إلى ضرورة ترجمة أهداف ومخططات الدولة على مستوى مهام وخطط عمل المؤسسات والمقاولات العمومية لضمان الانسجام في القطاع العام.
اجتمع كلا من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ونظيره محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في مقر حزب الأخير بالرباط مساء أمس الاثنين. لقاء الطرفان تجاوز سياق الأغلبية الذي وقعته أحزاب التحالف الحكومي باعتباره خارطة طريق لمسار الحكومة الحالية. في موضوع آخر، لقي 11 شخصا مسرعهم وأصيب 1749 آخرون بجروح، إصابة 64 منهم بليغة في 1327 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 أبريل إلى 6 من ماي الجاري بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. البلاغ عزى أسباب الحوادث إلى عدة عوامل، منها عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه الراجلين والسرعة المفرطة وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف. قال خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين أمام مجلس النواب، قال إن عدد التلاميذ المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بمؤسسة تعليمية خاصة يقدر بمليون تلميذ. جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال شفوي بخصوص مراقبة الوزارة لجودة التعليم الخصوصي ومدى احترامه لجودة التربية والتكوين. العدد حسب الصمدي يعادل 14% من مجموع التلاميذ المتمدرسين بالمغرب. هند الصدقي في المتابعة. مليون تلميذ مغربي يتابعون دراستهم في التعليم الخصوصي، رقم أعلنه خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المعطى قدمه الصمدي في معرض جوابه على سؤال شفوي أمام مجلس النواب حول دور الوزارة في مراقبة جودة التعليم الخصوصي. الرقم المعلن حسب الصمدي يمثل 14% من أعداد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المنظومة التعليمية بالمملكة. الصمدي الذي اعتبر التعليم الخصوصي قطاعا شريكا أشار إلى أن الوزارة تشرف على تتبع احترامه لجودة التربية والتكوين، مع تأكيده على تسجيل بعض الاختلالات في القطاع أحيانا، مشيرا إلى أن 32 مؤسسة تعليمية خاصة لم تتمكن هذا الموسم الدراسي من تعبئة نقاط المراقبة المستمرة لتلاميذها بسبب الوقوف على اختلالات فيما يتعلق بتدبير هذه النقاط. قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يومه الثلاثاء إن 85 مليون سائح زاروا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السنة الماضية. وفي جلسة افتتاحية للمؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بمدينة شرم الشيخ المصرية، أشار الأمين العام للمنظمة أشار إلى أن حركة السياحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت بنسبة 5% سنة 2017، هو أعلى معدل منذ عام 2011. وسجل أن قطاع السياحة يشهد تحسنا كبيرا بكل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربا عن اعتقاده بأن القطاع سيشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأربع المقبلة. شرق أوسطيا، قال متحدث باسم حكومة الباراغواي ووزارة الخارجية الإسرائيلية يومه الاثنين، قال بأن الباراغواي ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس نهاية ماي الجاري على غرار الولايات المتحدة وغواتيمالا، مضيفا أنه من المقرر أن يزور كارتيس إسرائيل رئيس الباراغواي أن يزور إسرائيل لنقل السفارة في 22 من ماي الجاري. من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، قال إن القيادة بصدد اتخاذ قرارات على المستوى السياسي قريبا للرد على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. المتابعة لعفاف الفحشوش.
تفاجأ المقدسيون مع بداية هذا الأسبوع بأولى لافتات السفارة الأمريكية بمدينة السلام استعداداً للافتتاح الرسمي للسفارة المقبل في 14 من ماي، والذي سيتزامن مع مسيرة العودة الكبرى، وهو الافتتاح الذي لن يحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب ما أعلن عنه البيت الأبيض. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن في وقت سابق عن نية 6 بلدان نقل سفارتها إلى القدس، ليتبين لاحقا أنه من بين هذه الدول غواتيمالا وباراغواي التي أعلنت عن نقل سفارتها إلى القدس بنهاية هذا الشهر بعد الولايات المتحدة. قرار دولة الباراغواي بنقل سفارتها إلى مدينة القدس يأتي بالتسابق مع الموقف الأمريكي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا بيع مجاني لمواقف في الاحتلال التي تحاول تكريس الاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة. أنا أعتقد أن هذا الموقف مخالف تماما لكل قرارات الشعب الدولي والقانون الدولي، ونحن من هنا ندعو إلى مقاطعة جادة لأي دولة تنقل سفارتها إلى مدينة القدس تنفيذا لقرارات الأمم العربية عام 98 و2000 وبعد ذلك، وبالتالي نحن لا نقبل إطلاقا المساس بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين. وبالرغم من قرار ترامب نقل سفارة بلاده إلى بيت المقدس، إلا أن إدارته تركت الباب مفتوحا أمام تسوية رسم حدود القدس للفلسطينيين وإسرائيل، الأمر الذي أكده وزير الخارجية الأمريكية خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي بقوله أن حدود إسرائيل في القدس تظل مسألة محل تفاوض بين الأطراف. تذكير بالعناوين: نسبة الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 68% سنة 2006 بحسب المجلس الأعلى للحسابات. حوالي 1,000,000 تلميذ يتابعون دراستهم في التعليم الخصوصي بحسب خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي. بعد الولايات المتحدة الأمريكية، متحدث باسم حكومة الباراغواي يعلن عزم بلاده نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وفلسطين تعد بالرد قريبا. شكرا لكم بالمتابعة وفي أمان الله.